أعلنت الفنانة رشا الخطيب عن تلاقيها من زوجها رجل الأعمال السعودي أمس الاثنين 5 نوفمبر 2018، وذلك بعد زواج استمر لسنوات طويلة. دي الفنانة رشا الخطيب، تم تلاقيها أمس. وعبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، نشرت الخطيب صورة ليد سيدة تضع دبلة الزواج في كف رجل، وعلقت على الصورة قائلة: كل شيء قسمة ونصيب. ودي الصورة اللي حطيتها والبوست بتاعها: كل شيء قسمة ونصيب، أمس الساعة 11:49 مساء. وكانت الفنانة رشا الخطيب اختفت عن الساحة الفنية قبل عدة أشهر عقب تقديمها لأحد الأدوار المثيرة في مسلسل البيت الكبير الذي عرض على قناتي النهار والأولى بالتلفزيون المصري. وشاركت في بطولة المسلسل مع كل من الفنانين لوسي، أحمد بدير، سوسن بدر، منذر ريحنا، ريم بوشناق، حجاج عبد العظيم. وهنا نشرت بوست برضو: ببالغ الحزن والأسى نعي شهداء الحادث الإرهابي الغاشم على شركائنا وإخواننا في الوطن زوار دير الأنبا صموئيل بالمنيا، الإرهاب لا دين له. وكتبت برضو: 3 نوفمبر البقاء لله، لكل أهالي الشهداء هم بالجنة، ربنا يرحمهم يا رب، وربنا يحمي مصر وأبنائها من الإرهاب، ربنا يصبرنا جميعا، والبقاء لله. دي الفنانة رشا الخطيب. وإليكم أسرع حالات طلاق حدثت بالوسط الفني. روبي، تعتبر الفنانة روبي انفصلت عن زوجها المخرج سامي عبد العزيز بعد أن وضعت مولودتها ب3 أسابيع فقط. ده سامي عبد العزيز وروبي، بعد 3 أسابيع اتطلقت من وضع مولودتها. ودي صور متفرقة ليه. ودي بنتها طيبة. ابنة سامي عبد العزيز وروبي. رانيا يوسف، طلبت الفنانة رانيا يوسف الطلاق من زوجها رجل الأعمال كريم الشبراوي بعد 6 أشهر من زواجهم، وانتهى الأمر بينهم في أرجاء المحاكم. رانيا يوسف ممثلة معروفة مصرية. طلاق رانيا يوسف وكريم الشبراوي بعد 6 أشهر. حالة شيحة، بعد مرور شهور قصيرة من عقد قران الفنانة حالة شيحة والمطرب هاني عادل أعلنوا انفصالهم. ده الزوج الأول قبل الكندي اللي هو هاني عادل. ودي صور ليهم قبل انفصالهم. هو بيلبسها الشبكة. محمد حماقي، في فبراير أعلن المطرب محمد حماقي انفصاله عن زوجته نهال بعد فترة زواج استمرت قرابة 3 سنوات، ورجعوا لبعض بعد كده. دي صور في الفرح. محمد حماقي مطرب مشهور، مطرب مصري مشهور. أبو الليف، رغم أن المطرب أبو الليف أعلن حبه الشديد للفنانة علا رامي منذ أيام الجامعة وأنهم حققوا حلمهم بالزواج، إلا أنهم انفصلوا مؤخرا. علا رامي وأبو الليف كان بيحبها من أيام الجامعة. محمد منير انفصل
محمد منير في هدوء عن زوجته بعد فترة زواج لم تستمر طويلا، 50 يوم فقط بعد قصة حب طويل. طلاق محمد منير وداليا يوسف بعد شهرين فقط. معروف محمد منير مطرب مصري مشهور. منة حسين فهمي انفصلت عن زوجها الفنان شريف رمزي بعد زواج استمر 3 سنوات. بعد كده انفصلت عن أحمد فهمي واتجوزت دلوقتي ابن محامي مشهور طارق جميل سعيد. أنا مع شريف رمزي. تشبه ميرفت أمين. ده محمد حسين رمزي وأنا شريف رمزي وميرفت أمين ومنة حسين فهمي. أحمد الفيشاوي أكد أنه طلق زوجته الثانية وسام في شهر العسل من خلال رسالة نصية. طلاق أحمد الفيشاوي من وسام بعد شهر واحد من الزواج. فاروق الفيشاوي وأحمد الفيشاوي ووسام. طلاق إيمان العاصي من نبيل زانوسي بعد 3 أشهر من الزواج. خلفت ريتاج. من ساعتها ما اتجوزتش برضه. طلاق الراحل رشدي أباظة وصباح بعد يوم واحد من الزواج. طلاق نورة وحاتم عزو الفقار بعد أيام من الزواج. حظها وحش في الجواز نورة مع إنها جميلة جدا. جوزت طلعت مصطفى، هشام طلعت مصطفى، طلقوا بعد كده بقى. طلاق نهال عنبر من حسن صالح بعد 4 أشهر. نهال عنبر ممثلة مصرية مشهورة. دي صور ليهم مع بعض. طلاق حسين رشوان من رجل أعمال بعد 4 أشهر من جواز. طلاق الفنانة شمس من رجل أعمال مصري بعد 21 يوم من الجواز. طلاق شيرين سيف النصر من رائف الفقي بعد 10 أشهر من الجواز. طلاق هند عاكف من فريد عبد الحميد بعد 6 أشهر من الجواز. دي هند عاكف ممثلة مصرية معروفة. أحمد رمزي ونجوى فؤاد دام زواجهما 2 أسبوع فقط قبل أن يقرر رمزي العودة لزوجته الأولى. الفنانة اللبنانية غريس ديب دام زوجها 3 أيام فقط، وصفت هذا الزواج إنه غلطة عمرها. مغنية شيرو الموسيقي غريج ألمان دام زوجهما 9 أيام فقط، ولكن إجراءات الطلاق انتهت بعد 4 سنوات. فيليه ديالبا وملكة الجمال زازا غابور دام زوجهما 24 ساعة فقط. الممثلة المصرية شمس دام زوجها من رجل أعمال مصري 21 يوم. كاترين أوكسنبرج والمنتج روبرت إيفانز دام زوجهما 9 أيام. إيدي مورفي وترايسي إدموندز دام زوجهم 14 يوم. بريتني سبيرز وجاسون دام زوجهم 55 ساعة فقط، يومين. درو باريمور وجيرمي توماس 55 يوم. دينيس رودمان وكارمن إلكترا 9 أيام. كيم كارداشيان وزوجها الأول لاعب كرة السلة كريس دام زواجهما 72 يوم. ماريو لوبيز وآلي لاندري 18 يوم.
نجمة السينما الصامتة رودولف فالنتينو. جين أكر دام زوجهما 6 ساعات فقط وضربوا الرقم القياسي. نجمة هوليود في الستينات دينيس هوبر وميشيل دام زوجهما 8 تي